احيانا لقوهم في النون اوبيز، عشان كده مش بالضروره يكون النظريه دي صحيحه. لكن بوجه عام الفرق الكبير ما بين تايب 1 وتايب 2 هو فكره الانسولين، هل في نقص في افراز الانسولين ولا هل في مقاومه لوظيفه الانسولين. لكن ايا كان، سواء كان تايب 1 او تايب 2، هو في الحالتين هيبقى عندك نفس المشكله. الميجر ابنورماليتي ان في زياده في الجلوكوز في الدم، لان الخلايا مش قادره تعمل جلوكوز ابتيك، وبالتالي الهايبرجلايسيميا دي هي بقى على حسب الديجري بتاعتها وعلى حسب مدتها، هي ده اللي هيحدد السيفيريتي بتاعت الايه الكومبليكيشنز. هتقولي طب ايه المشكله، يعني ايه المشكله لما يكون في جلوكوز موجود كتير في الدم؟ هقول لك المشكله ان ده بيبقى عندك ثلاث مشاكل. بيبقى عندك مشكله في الكربوهيدرات ميتابوليزم، بيبقى عندك زياده في الفات كاتابوليزم، وزياده في الكاتابوليزم بتاع الامينو اسيدز اللي هو الاكشنز اللي احنا كنا حكينا عنها من شويه. الانسولين بالاساس مفترض ان هو يدخل الجلوكوز جوه الخلايا، لو ما عرفش يعمل كده هيبقى عندك هايبر جلايسيميا. والجلوكوز لما يكون موجود في الدم هو في النهايه الدم ده هيوصل للكدني ويتفلتر، والجلوكوز ده يبدا مع الوقت يعدي من البيزمنت تمبرين بتاع الكدني ويبدا ينزل في اليورين، فيبقى عندك جلوكوز في اليورين. والجلوكوز ماده اوزموتيك، يعني تشفط الميه فيعمل اوزموتيك دايريسيس، فبالتالي لما يحصل اوزموتيك دايريسيس ده يقلل الصوديوم والبوتاسيوم، لكن بالاساس يقلل ايه الفوليوم، يقلل حجم الدم ويخلي الميه تتشفط. يعني هو الجلوكوز لما ينزل في البول يسحب وراه الميه، فبالتالي العيان يدخل الحمام كتير، ولما يدخل الحمام كتير يعطش فيشرب كتير. تمام، فعشان كده من اعراض السكر ان يجي العيان يشتكي لك يقول لك انا بقيت بدخل الحمام كتير وبشرب كتير. طبعا ده كله حصل بسبب ان في ديفكت في الكربوهيدرات ميتابوليزم ادى لهايبر جلايسيميا وجلوكوز يوريا، وبالتالي طبعا الجلوكوز في اليورين يسبب انه يدخل الحمام كتير ويعطش كتير، الثيرست والبوليديبسي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو احنا متفقين ان وظيفه الانسولين ان هو يقلل الجلوكوز جوه الدم، فهو كان من وظيفته ان هو يحول الجلوكوز ده يحوله في الفات، يحوله الاديبوس تيشو. يحصل العكس تماما، الجلوكوز مش موجود. يعني انت تقدر تقول ان الاعراض دي هي نفس اعراض زيادة الجلوكاجون. الجلوكاجون كان عكس وظيفة الانسولين، بيزود الجلوكوز جوه الدم، يحرق الفات يحولها الامينو اسيدز، ويحرق يحرق الفات يحوله لجلوكوز، ويحرق الامينو اسيدز بتاع العضلات يحوله الجلوكوز. هو نفس الفكرة، لما ينقص الانسولين يبقى عندك زيادة في الجلوكوز، هيبقى عندنا زيادة في حرق الفاتس للكيتون اسيدز عشان نستخدمها كطاقه، وزياده في حرق الامينو اسيدز وتكسيرها عشان برضو نحولها لطاقه الخلايا تقدر تستهلك. فطبعا هيبقى في اكسس برودكشن للاسيتايل كو اي. الاسيتايل كو اي ده في النهايه بيتحول للكيتون بودز اللي هو الاسيتون والهيدروكسيبيوتريك اسيدز، والحاجات دي الكيتون اسيدز دي عباره من اسمها كيتون اسيدز، احماض كيتونيه، والاحماض الكيتونيه هتعمل حمض كيتوسيس اسيدوسيس، يعني هيبقى عندك الدم حامضي. والاسيدوسيس ده الاسيدوسيس ده عباره عن هيدروجين طبعا، والهيدروجين ده في النهايه بيحصل له اكسكريشن في الكدني، بس لما بنيجي نطرده في الكدني بنطرد معاه الصوديوم والبوتاسيوم، وبالتالي بيبقى تاني عندك نقص في الصوديوم ونقص في البوتاسيوم. ودي من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن الكومبليكيشنز، ان بيبقى عندك نقص في البوتاسيوم. الحاجة التالتة ان لما الجسم برضو مش قادر لسه يوفر حاجة طاقة للخلايا، بعد ما كسر الفات بيقوم راح للعضلات ويكسرها ويحولها لأمينو أسيدز، وبالتالي تكسير العضلات ده بيؤدي الى ان الشخص ده يعاني من نقص في الوزن loss of weight، ويبدا ان هو ياكل كتير عشان يعوض ايه التكسير اللي بيحصل في عضلاته. فيبقى ملخص الاعراض بتاعه البيشنت ده ان هو هيبقى عنده الجلوكوز في الدم كتير، اعراضه ان هيدخل هيبقى عطشان كتير ويدخل الحمام كتير، بولي ثيرست وبوليديبسيا
ويدخل الحمام كتير ويبقى عنده نقص في الوزن وياكل كتير. كل الحاجات دي بتحصل بسبب المشاكل اللي بتحصل في الميتابوليزم. طيب ازاي بنشخص مرض السكر؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه دلوقتي. بالاساس بنشخصه بالاعراض اللي احنا لسه متكلمين عليها دي. يعني بيجي حد في الغالب حد كبير اللي هو في تايب 2، يعني بيجي يقول لك ان هو بقى بيدخل الحمام كتير، بقى بيشرب كتير، بقى بياكل كتير، فده يخليك تبدأ تشك ايه ان هو عنده سكر. او برضو ممكن يجي طفل، او مش طفل بقى، حد عنده مثلا ولد بنت عندها 12 سنة، جوفينايل يعني في سن المراهقة، وبرضو ايه في اكل كتير، في دخول حمام كتير، في شرب كتير. الاعراض دي تخليك تفكر في مرض السكر او الدايبيتس ميليتس. او ممكن البيشنت يجي بالكومبليكيشن اللي هي الدي كي اي، ودي اللي هنحكي عنها بعد شويه. لكن ان جنرال بجانب الاعراض في حاجه تانية ممكن تساعدنا. نسبه السكر في الدم. نسبه السكر في الدم قد ايه؟ وده تحليل السكر ده ليه كذا طريقه. الطريقه العشوائيه اللي هي بنسميها راندوم بلاد شوجر دي ما بتبقاش يعني مثاليه. بنقيس السكر العشوائي يعني في اي وقت نقوم كده ايه ماسكين الصباع بتاع البيشنت ونقيس السكر فيه، ناخد نقطة دم ونقيس السكر. لو لقيناها اعلى من 200 وهو عنده، والبيشنت ده عنده اعراض السكر اللي احنا لسه حاكيين عليها من البوليفيجيا واللوس اوف ويت والثيرست والبوليديبسيا والكلام ده كله، ساعتها بنقول البيشنت ده عنده مرض السكر.